اجتماع شامل لبحث واقع التعليم والنهوض بالمستوى العلمي ترأسه نائب رئيس الوزراء صالح المطلق بحضور وزيري التعليم العالي ووزير التربية ولجنتي التربية والتعليم البرلمانية وعدد من الخبراء والمستشارين لإعداد استراتيجية واسعة تراقب العمل التربوي في البلاد. تم مناقشة المواضيع المختلفة المدرجة على جدول الأعمال، ومثل ما تعرفون أهمية هذه الاستراتيجية أهمية كبيرة جدا، لأنها تضع الخطوط العريضة لكيفية بناء جيل جديد من المتعلمين يستطيعون أن يرفدون عملية التنمية بشكل سليم. واتخذت قرارات مهمة في هذا الاجتماع، من ضمنها الاتفاق على أنه في الوقت الذي يجب أن نعجل في موضوع تقديم التقرير النهائي لهذه اللجنة لإقراره من قبل مجلس الوزراء وإقراره من قبل البرلمان أيضا، يجب أن يكون هذا التقرير قد أعطي الوقت الكافي والجهد الكافي لكي يكون تقريرا ناضجا يتناسب والمهمة الكبيرة التي تعلق على هذه الدراسة لبناء الجيل الأمثل الذي يستطيع أن يساهم في بناء بلده بشكل سليم. وزير التربية ومن خلال المؤتمر الصحفي استعرض إنجازات وزارته ضمن خطة المئة يوم التي وضعها رئيس الوزراء المالكي. ما طلب في خطة المئة يوم أنا أعتقد أن وزارة التربية بدأت به مبكرا وقامت بإعداد الرؤى لما ستقوم به الوزارة خلال العام الأول والعام الثاني والعام الثالث والعام الرابع، وبدأت بانطلاقة حقيقية. يوم استلام الوزارة كانت وزارة التربية تنتج من الرحلات حوالي 400 رحلة، بعد مرور حوالي أكثر من 45 يوم أنتجت وزارة التربية حوالي 7000 رحلة، وبالتالي تجاوزنا مشكلة بعض المدارس التي كان فيها طلبة يجلسون على الأرض. كذلك وضعنا إحصاءات دقيقة لحاجة الوزارة من عدد المدارس وفق أعدادها الحقيقية المثبتة، وكذلك أيضا بالتعاون مع لجنة التربية في مجلس النواب واللجنة المالية استطعنا أن نضيف إلى تخصيصات الوزارة. ربما تكون هناك مشاكل ومعوقات تحاول الجهات العلمية وضع الحلول لها من خلال تكثيف المؤتمرات والندوات، خصوصا المدارس الطينية والفرق بين الجامعات الأهلية والحكومية. وزارة التربية يعني بالأيام المقبلة سوف ترسل مسودة مشروع حول هذا القانون، لأنه التعليم الأهلي هو موجود في العراق وقاعة تعريضة من الخمسينات، ولديه نظام في عام 54. مشكلتنا ويا التعليم الأهلي مو مشكلة مبدأ، المبدأ صحيح، ولكن يجب أن تكون تشريعات تلبي الغرض، تجعل من وزارة التربية تشرف على هذا التعليم وفق معايير تربوية. الطلبة من حقهم أنه يقدموا على التعليم الأهلي، وهناك توجه أن تزداد ويتم الاهتمام بالتعليم الأهلي وبمختلف التخصصات، وخاصة التعليم الأهلي إذا كان مرتبط مع جامعات عالمية، يعني جامعات من أمريكا، من أوروبا، من الدول العربية، هذا مهم جدا. خطة وضعها المجتمعون أكدت أهمية اعتماد برنامج ملزم للوزارات ذات العلاقة بواقع التعليم، وأن تكون هذه وثيقة عمل يعتمد عليها ضمن الضوابط التي ستوضع بعد تشكيل لجنة عليا مشرفة على هذا البرنامج. محمد سعد، قناة رشيد الفضائية.